حكمها هي سنة مندوب إليها، هي سنة ندب الشرع إليها، ينبغي للناس أن يحافظوا عليها. طيب، الأمر الخامس، فيما تكون الاستخارة؟ فيما تكون الاستخارة؟ هل يستخير الإنسان في كل شيء؟ أو أن المشروع له أن يستخير في بعض الأمور؟ الأفعال التي يفعلها الإنسان لا تخلو من أن تكون موصوفة بأحد الأحكام الشرعية المعروفة، إما أن يكون ذلك الفعل واجبا، أو يكون ذلك الفعل محرما، أو يكون ذلك الفعل مندوبا إليه، أو يكون ذلك الفعل مكروها، أو يكون ذلك الفعل مباحا. هذه خمسة أحكام شرعية لا تخرج أعمال الإنسان التي يقوم بها عنها، فكل عمل من الأعمال التي تقوم بها لا بد أن يكون موصوفا بأحد هذه الأوصاف الخمسة، فهو إما أن يكون واجبا، بمعنى أن الله تعالى قد أوجبه عليك وأنت تثاب على فعله وتعاقب على تركه، أو يكون الفعل محرما وهو الأمر الذي حرمه الشرع عليك فأنت تثاب على تركه وتعاقب على فعله هذا المحرم، إن تركته حصل لك الثواب وإن فعلته حصل لك العقاب الإثم، أو يكون مندوبا، والمندوب هو المرغب فيه المستحب، فهذا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه. لو فعل الإنسان الأمر المستحب المندوب إليه بلا شك أنه ينال الأجر والمثوبة، ولكن لو ترك المستحب لا يعاقب على ذلك بل يخسر أجر الفعل فقط، لكن لا يصيبه الإثم لأن هذا الأمر ليس بواجب عليه. أو يكون مكروها، والمكروه هو ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله، لا يعاقب على فعله لأنه ليس محرما، ويثاب على تركه لأنه يترك بذلك أمرا مكروها عند الله، وهو ذلك الترك محض تقرب إلى الله وحب لله جل وعلا، فيناله الأجر بذلك الترك كما يناله الأجر بفعل إيش؟ المندوب. والخامس المباح، والمباح هو الذي يباح للإنسان أن يفعله إذا أراد، ويباح له أن يتركه إذا أراد، وقد يثاب الإنسان على فعله بحسن النية إذا نوى بذلك الفعل المباح نية حسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم واللقمة يضعها أحدكم في امرأته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. باب الصدقات باب واسع جدا، يأكل وفي بضع أحدكم صدقة، أنه أمر مباح له أن يقضي شهوته، ولكنه يجد الأجر بذلك إن نوى نية حسنة. قد يأكل الإنسان الأكلة أو يشرب الشربة، فالأكل والشرب أمر مباح له، ولكنه يكتسب الأجر لو نوى بذلك التقوي به على
على عبادة الله. طيب، هذه الأفعال الخمسة أو الأحكام الخمسة يدور أمر الاستخارة على فهمها. فلا استخارة في الأمر الواجب، ولا استخارة في الأمر المحرم. لا يستخير الإنسان في فعل أمر واجب، ولا يستخير الإنسان في ترك أمر محرم، ولا يستخير الإنسان في ترك أمر مكروه، ولا يستخير الإنسان كذلك في أصل فعل الأمر المندوب إليه. أما الأمر المحرم والأمر المكروه فلا استخارة في أصلهما، لا استخارة في فعلهما من حيث الأصل. لا يمكن أن يستخير الإنسان هل أصلي أو لا أصلي، الصلاة واجبة. لا يمكن أن يستخير الإنسان هل يسرق أو لا يسرق، هل يكذب أو لا يكذب، لأن المحرم محرم، لا تقع استخارة في أصله. لا يستخير الإنسان هل أحج أو لا أحج وقد توفرت الشروط أو الشرائط الحج فيه، لأن هذا أمر واجب بالنسبة له. واضح؟ إذن الأمر الواجب والأمر المحرم لا استخارة في أصلهما، فهذا واجب عليك لابد أن تعمل، لا تستخير أسوي ولا ما أسوي، وهذا أمر محرم عليك يجب أن تتركه، فلا تستخير كذلك هل أتركه أو لا أتركه. لكن يتصور أن يستخير الإنسان في جزئياتهما، يمكن أن يستخير الإنسان في جزئيات مثلا فعل الواجب، مثلا واحد وجب عليه الحج، هل يستخير هل أذهب إلى الحج أو لا أذهب إلى الحج، يستخير أو ما يستخير؟ لا تشرع له الاستخارة، لأن ذهابه إلى الحج أمر واجب عليه. لكنه يمكن أن يستخير في جزئيات تحقيق هذا الواجب، جزئياته، متى أذهب، هل أذهب في اليوم الفلاني أو أذهب في اليوم الفلاني، مع من أذهب، هل أذهب مع الرفقة الفلانية أو أذهب مع الرفقاء الفلانيين، جزئيات فعل الواجب، هل أذهب من الطريق الفلاني أو أذهب من الطريق الفلاني، جزئيات فعل الواجب، هذه يمكن أن يستخير الإنسان فيها. واضح؟ إذن الواجب والمحرم لا يستخير الإنسان في أصلهما، وإنما يستخير في جزئياتهما، الجزئيات الفرعيات البسيطة فيها. واضح؟ التي لا يترتب عليها ترك الواجب، ولا يترتب على الاستخارة فيها فعل محرم أيضا. واضح هذا يا إخواني؟ طيب، المندوب الأمر المستحب كذلك لا يستخير الإنسان في أصله، وإنما يستخير في جزئياته في الأصل. أمر مستحب له، هل يقول أعمله أو لا أعمله؟ الأصل ألا يستخير في عمله، لأن عمله أمر مرغب فيه، وإنما يستخير في جزئياته. لكن يذكرون بأنه يمكن أن يستخير الإنسان في أصل المستحب، متى؟ حينما يتعارض المستحب مع مستحب آخر، يتعارض أمران مستحبان، يحتار الإنسان بينهما، أين يقدم وبماذا يبدأ وماذا يؤخر. فإذا ما تعارض مستحبان فللإنسان أن يستخير عندئذ في فعل أحدهما وتأخير الآخر. واضح؟ واحد تيسر له
سفر مستحب له مندوب إليه، وتيسر له في نفس الوقت عمل مستحب، مثلا زواج حكمه أنه مستحب له، الزواج له أحكام، يمكن أن يكون واجبا في حق البعض، يمكن أن يكون مستحبا، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون محرما، يمكن أن يكون مباحا، على حسب مقتضيات حال الإنسان. فإذا تيسر له أمر زواج هو مستحب بالنسبة له، حكمه أنه مستحب وليس واجبا، وتيسر له سفر مندوب إليه، وتردد بينهما بماذا يبدأ، ماذا يقدم وماذا يؤخر، ماذا يفعل الآن وماذا يترك، احتار، فها هنا يستخير فيهما، يستخير فيهما بماذا يبدأ أو ما الذي يفعله الآن وما الذي يتركه. هذا في إيش؟ في المستحب. إذن المستحب من حيث الأصل لا يستخير الإنسان في فعله، لأن فعله مرغب فيه في الشرع، إلا إذا حصل تعارض بينه وبين مستحب آخر، وحصل في الإنسان تردد في أيهما أو في أمر البداية بأيهما يبدأ، فعندئذ يستخير في أصلهما، هل يفعله يفعل الأول أو يفعل الثاني، هل يبدأ بالأول أو ويؤخر الثاني، بأيهما يبدأ أولا، يمكن أن يستخير في هذه الأمور. أما المباح، الأمر المباح، فإن الإنسان يستخير في أصله ويستخير في جزئياته، الأمر المباح يستخير في أصله ويستخير في جزئياته، هل يفعله أو لا يفعله، واضح، هل يفعله أو لا يفعله. يمكن أن يستخير في الفعل والترك، ويمكن أن يستخير في الجزئيات، واضح. تيسر له عمل من الأعمال المباحة له فيستخير، هل أقدم على هذا العمل أو لا أقدم عليه، ويستخير في جزئياته، هل أقدم عليه اليوم أو أقدم عليه بعد شهر، واضح. إذن الأمر الواجب والأمر المحرم لا استخارة في أصلهما، وإنما يمكن أن يستخير في فرعياتهما الدقيقة التي لا تؤثر على فعل الواجب أو على ترك المحرم. وأما المندوب فمثل الواجب في الأصل، أنه مثل الواجب لا يستخار في فعله أصلا، لأن فعله مأمور به في الشرع، ولكنه يستخير في جزئياته. وهنالك حالة يمكن أن يستخير الإنسان فيها في المندوب، في أصل فعل المندوب، هل يفعله أو لا يفعله، وهي حالة إيش؟ التعارض، تعارض مندوبان لا يستطيع أن يفعلهما معا، أن يفعلهما معا، فبأيهما يبدأ وماذا يقدم وماذا يؤخر، ماذا يفعل وماذا يترك، فيستخير في فعل المندوب وفي جزئياته. وأما المباح فإنه يستخير في أصله ويستخير في جزئياته، واضح هذا التقسيم يا إخواني؟ هكذا نفهم أمر الاستخارة. طيب، يقول قائل مثلا، طيب واجدين الناس يستخيروا في أمر الزواج من نساء ومن رجال،
وحد يطول وحد يقصر، وحد يرد بالمرة وحد يبطي شهرين، مع أنه الزواج يمكن في حقهما واجب، كيف يستخيره؟ إيش رأيكم؟ مين يجاوب؟ أه؟ نعم، اللي هو إيش الفروع؟ هل هذا الحرمة هي بوت ناس الزواج واجب علي؟ واضح أصل الزواج أن أقترن بامرأة، لكن هل أقترن بهذه المرأة أو الخيرة في غيرها؟ الخيرة في غيرها، واضح ليس فرضا علي أن أتزوج هذه المرأة، الفرض علي أن أتزوج، لكن هل هذه أو غيرها؟ هذه فرعيات، واضح. يؤمر الإنسان بالاستخارة في ذلك. طيب، هذا إذن في فرعيات الواجب، وإذا كان الأمر مباحا فمثل ما ذكرنا في فرعيات المباح. طيب.